العب العصاي. تمرين اليوم بالعصاي للقسم العلوي من الجسم. شو يعني القسم العلوي؟ يلي هو الاذنود والايدين والكتاف والظهر والصدر والخواصر. فهذا التمرين كثير رح يكون مناسب للناس يلي حابه تشد عضلات الجزء العلوي من الجسم. نبدا مع بعض. طبعا قبل ما نبدا كثير ضروري الاحماء، فرح نحط العصا على جنب ونعمل احماء للايدين والظهر. اول شيء نرفع ايدينا فوق، نفس فوق، حاولوا تشدوا ايديكم قد ما فيكم لفوق، برافو، تمام. شهيق وزفير كثير ضروري، خذوا اكسجين، تمام. رح هلا ننزل على جنب واحد، نحرك الخصر مع الايد، برافو عليكم، شدوا ايديكم قد ما فيكي، شدي الخصر، تمام. برافو. هلا نستك شوي صغيري، نعطي شدي للخصر، تمام. رح نعمل ايد الثاني، برافو عليكي، كل وقت شادين عضلات البطن، برافو. هلا نستك شوي صغيري، هلا احنا فوق نرفع الايدين على مستوى الكتف، نعم، يمين يسار. ملاحظين ماني عم حرك ابدا القسم السفلي، يعني الورك ثابت. برافو عليكي. هلا رح نحط الايدين على جنب بهي الطريقة وننزل على جنب يمين وعلى جنب اليسار، تمام. الورك ثابت ما هو عم يتحرك. التمارين رح تكون للقسم العلوي من الجسم. عم نحرك الخصر، برافو عليك. حاول دائما الكوع يكون على مستوى الكتف، برافو، تمام. نضب الايدين على بعض، نفتحهم، برافو. حاول دائما الكوع يضل على مستوى الكتف، برافو، تمام. كثير منيح، تمام. هلا خلي لك واحد، رح نعمل يمين يسار. طبعا عم حرك فيه عضلات الصدر بهاي الحركة، برافو. تمام، رح نرفع الايدين فوق تحت فوق. شوفوا كيف الظهر عم يتحرك كمان، كثير منيح، والبطن، برافو عليكي. هلا شدي ايديك لفوق بهي الطريقة، تمام. شدي الايدين لقدام، لبي الكف، كثير منيح. الايدين ورا الظهر، راح نشدها بهي الطريقة، برافو، كثير منيح. نحط ايدنا ورا الايد الثانية، بنشدها هيك، عم نعمل ستريتشينغ للعضلة هون، الزنق، تمام. الجهة الثانية، اوكي. نرفع الايد لورا، الايد الثانية، نحاول قدر الامكان نعطيها دفشة، تمام. نعمل دائرة بالايدين، برافو عليكي،
تمام، دائرة عكسية. برافو عليكي، بنعطي الايدين مرجحها، بنمرجحهم لقدام ولورا، بنمرجحهم على جنب. كثير منيح. يلا بنبدا التمرين. نمسك العصاي، اول تمرين راح يكون نرفع لفوق، نمسك العصاي من الجنب. برافو عليكي، عم ننزل على الصدر فوق، على الصدر ولفوق. تمام. تمام، برافو عليكي. طبعا هي التمارين كثير بدها قوة تحمل، فهي التمارين ما بتعتمد على الطاقة الانفجارية وقت بنكون شايلين أوزان عالية، بتعتمد على قوة التحمل. تمام، نريح شوي. ريحي ايديك شوي بهي الطريقة. هلا راح ننزل عصاي لورا الكتف ونطلع لفوق. يلا عم نحرك عضلات الظهر والكتف. برافو عليكي، التمرين ابدا ما سهل، حاولي تستمري. يلا ضل بس 10 ثواني، حاولي شوي تستمري، بعدها رح ناخذ راحة. كل الوقت شادين عضلات البطن. ممتاز، ريحي شوي. تمام. خذي نفس. هلا رح نعمل مرة قدام مرة ورا، فوق عصر ورا عصر. تمام. انتبهوا كثير منيح إذا معكم أولاد صغار بالغرفة، ما تضربوهم بالعصاي، حاولوا يكون في مساحة بينكم. برافو. مرة قدام مرة ورا. كثير منيح. تمام، نريح ايدينا شوي صغيرة. ممتاز. هلا راح نحط العصاية ورا الظهر وننزل شوي لتحت بهاي الطريقة ونحاول نبرم الخصر. تمام، الورك ثابت. برافو عليك. حاطة الكف هيك مشان اعطي دفشي بالعصاي. عم نحرك الخصر والظهر. عضلات معدتي دائما مشدودة. برافو عليكي. تمام، نطلع لفوق، بنريح شوي ايدينا، ريحي لي ايديك شوي صغيرة. ريحي ايديك، اعطيهم حركي خفيفة. يلا رح نبدا مع بعض التمرين اللي بعده. كمان رح ننزل لتحت ونحط العصاي ورا الظهر ونبدا نتحرك على جنب. فوق لفوق. برافو. ممتاز. كثير منيح، كل الوقت عم ناخذ نفس.
بريح الايدين كمان شوي صغيره، ريحي ايديك شوي هيك هزه خفيفه كثير منيح. رح نبدا نحرك الاجرين، يلا نبدا التمرين حرك اجرينا. هلا رح نقدم العصاي، حاولوا تمسكوها شوي من هون لقدام، تمام برافو عليك. تمام كثير منيح، بس كل الوقت حاول العصاية تضل على مستوى الكتف كثير منيح. ريحي ايديك شوي، عم نضل نحرك الاجرين بس عم نريح ايدينا شوي صغيرة لمدة 20 ثانية بس شوي صغيرة. ريحي ايديك تمام كثير منيح. هلا رح نقدم الاجر لقدام يمين يسار بهي الطريقة، اوكي؟ رح نمسك العصاية من الجنب نعمل هيك، عم نحرك الخصر والايد مع اجري، تمام؟ العصاية على مستوى الكتف او محطوط عند الصدر، فينا نقول فوق الصدر بشوي. برافو. كثير منيح. برافو عليكي، مريح شوي. هلا رح نشتغل بعد ما نرتاح تمرين اسمه التجديد. هذا تمرين رائع بحرك عضلات الظهر والخصر والزنود والكتف، كثير رائع بحرك اكثر من عضلي بنفس الوقت. فرح ننزل شوي هيك على الرجلين، تمام؟ نعمل مثل تجديف تجديف. برافو عليك. انتبه وانت عم تعمل سكوات او عم تنزلي لتحت انه المشط ما عم يتجاوز القدم، تمام؟ عم نرجع بالمؤخرة لورا. برافو عليك. كثير منيح. عم ندير الجسم وننزل لتحت. تمام نريح شوي، نعمل اجرينا يمين يسار، ريحي لايديك شوي، عم نرتاح 20 ثانية بس عم نحرك الاجرين. نفس كل الوقت عم نتنفس، شادين عضلات البطن، تمام؟ يلا رح نمسك العصاية من الجنب نعمل هيك مع اجري. برافو عليك. عم نحاول انه دائما العصاي على مستوى الكتف وايدي على مستوى الكتف. برافو. برافو عليك. تمام كثير منيح. برافو عليكي كثير منيح. هلا رح نحرك الظهر، رح ايديك شوي، رح نحرك الظهر مع الايدين او الكتاف. فرح ننزل لتحت بالسكوات ونرفع العصاية لفوق بس عم نريح. رح نبدا التمرين بعد 6 ثواني. يلا جاهزي؟ سكيري العصاية من الجنب، من الجنب هالمرة، ننزل على الركب فوق، عم نحرك كمان عضلات الظهر، ظهري ثابت. برافو، عم نحرك الاجرين طبعا، هذا تمرين رائع، عم نحرك الظهر والكتاف، هالاجرين المؤخرة. برافو، ممتاز. تمام. كثير منيح، برافو عليكي.
هلا راح اطلع ساي ورا جسمي، نرتاح شوي، ريحي ايديك شوي. هلا راح نشتغل على الترايسبس والظهر، راح ننزل، راح اندار على جنب عشان نشوف الحركه كيف راح تكون. راح نمسك العصاي بالطرف، راح ننزل هيك بهي الطريقه، نرفع ايدينا لفوق ونطلع. تمام، حاولي الكف يكون هيك. اوكي تمام، الكف من الجهه الثانيه. اي حركة الترايسبس تمام، او الزند الخلفي كثير منيح. كل الوقت عم نحاول بطن يكون مشدود. برافو تمام، رح نريح شوي صغيري وبعدين رح نحرك بس الترايسبس ونحن عاملين سكوات. تمام يلا ارتاحي شوي، بدنا نخلي العصاية ورا الظهر. نفس، يلا ننزل لتحت كلها. رح نرفع العصاية بس لفوق مدة 40 ثانية. الظهر مستوي، تمام برافو عليكي. هذا التمرين كثير منيح لشد ترهلات الزندين. كل الوقت خذي نفس، ممتاز كثير منيح، مريح ايدينا شوي. برافو عليكي كثير منيح. رح نلعب تمرين للخواصر الخلفيه، هذا التمرين كثير ممتاز اللي حابه تعمل ناحيه الخصر او اللي عنده ترهل بهاي المنطقه من هون. تمام، نرفع الايدين لفوق، رح ندق بكعب الاجر وننزل. طبعا عم نحرك الزند وعم نحرك الكتاف والبيطان. حاولي تلاقي العصاية بالكعب. كثير منيح برافو عليكي. إذا حسيتي إنك تعبتي ممكن توقفي تاخذي استراحة وتكملي التمرين. تمام؟ يلا مريحي شوي، رح نعمل على الجهة الثانية. خذي نفس. يلا على الجهة الثانية، جاهزين؟ نبدأ نرفع العصاية لفوق، نبدأ مع بعض. يلا حاولي تمسكي العصاية من الطرف. برافو عليكي، عم نحرك الخصر من ورا. تمام، برافو كثير ممتاز، نريح شوي. هلا رح نعمل نفس الحركه، رح تكون مره يمين مره يسار. اوكي ريحوا شوي، خذوا نفس، ريحوا لي ايديكم لان رح نعمل نفس الحركه يمين يسار. يلا جاهزين؟ ارفع البنطلون، نجهز اوضاعنا. يلا تمام، نرفع ايدينا لفوق، يلا يمين يسار، برافو. ممتاز، تمام. حاسين بعضلات ظهركم كيف كلها تحركت؟ البيطان والخواصر، ممتاز. تمام،
تمارين منيح. خلصنا اليوم التمارين، هاي تمارين مارسيها كل يوم وراح تلاقي فرق واضح خلال فترة قصيرة بالقسم العلوي من الجسم، الزندين والكتاف والظهر، وحتى الناس اللي عندهم انحناء بالظهر هاي التمارين كتير رح تنفعهم انه تقوي عضلات الظهر وبصير ظهرها مشدود وخصرها حلو. تمام، شكرا كتير لكم. لا تنسي التنطيط كتير ضروري، عملي التنطيط بهذا الفيديو بعد التمرين، ويعطيكم الف عافية. باي باي.